بسم الله الرحمن الرحيم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. اقرأ من قوله: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة إلى قوله: فإن الله شديد العقاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن
الله شديد العقاب. صدق الله العظيم. ومن يبدل الإدغام ناقص من بعد الإخفاء. أي نوع من الإخفاء؟ الإقلاب من بعد، نعم، من بعد ما جاءته المد الواجب المتصل. فإن الله شديد العقاب الإبهار لام القمرية. بارك الله فيك.